بسم الله ادي السوليوشن اكسبلور بتاعنا اهو. هنخش هنلاقي في حاجه اسمها بروجرام دوت سي اس، في حاجه اسمها فورم واحد دوت سي اس، في حاجه اسمها بروبرتيز وريفرنس والكلام ده كله. دي جميع الملفات الموجوده بتاعه البرنامج. انت قلت لي في البدايه ان مفيش فرق ما بين الكونسول ابلكيشن وما بين الويندوز ابلكيشن، صح؟ مفيش فرق ما بين الكونسول ابلكيشن والويندوز ابلكيشن. طيب اللي اكد لك الموضوع ده ان الكونسول ابلكيشن كنا احنا بنخش على داله اسمها داله المين، بنخش على داله اسمها داله المين، هي دي اللي كانت بتشغل البرنامج بتاعنا. اول البرنامج لما بيجي يتنفذ بيبدا يتنفذ من داله اسمها داله المين. عفوا على فتح دلوقتي. هنخش على حتة حاجة اسمها بروجرام دوت سي اس. بروجرام دوت سي اس هنعلم عليه كده ونبدأ نشوف الكود بتاعه عامل ازاي. هنبص هنلاقي يوزنج سيستم لينك الكلام بتاعنا اللي احنا عارفينه، وستاتيك كلاس والكلام ده كله. في حاجة اسمها المين اهي، ادي المين بقى بتاعتنا اللي احنا عارفينها، ادي المين تمام. وفي حاجة اسمها ابلكيشن دوت وان شغال للفورمة واحد. اذا هو نفس الكلام. يعني ايه هو نفس الكلام؟ ما في داله هنا اسمها داله المين اهي، وفيها كمان بيقول لك شغل الفورمه واحد. يبقى احنا زي ما احنا شايفين البرنامج اول ما بيجي يشتغل بيشتغل منين؟ البروجرام دوت سي اس. البروجرام دوت سي اس هي دي اللي بتشغل الايه؟ البرنامج. طيب نفترض برضه ان احنا عندنا فورمتين او ثلاثه، او انا عايز اشتغل فورمه اثنين مثلا، فورمه ثلاثه، باجي هنا احدد الفورمه اللي انا ايه؟ عايزها. وادي هي الفورمه بتاعتنا اللي موجودة قدامنا اهي تمام. طيب طب فين الكود؟ الكود بيتكتب فين؟ سؤال برضه واحد ممكن يشوف الكود. التك كليك يمين، التك كليك يمين على الفورمة كده، كليك يمين وقول فيو كود، هتلاقي الكود بتاعك بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، وهنعرف التفصيل هو عبارة عن ايه. تعالى بقى ندخل في حتة الكنترول شوية، وناخد الفورمة الأولانية فورم 1 مثلا دي، ونبدأ نشرح ايه هي الخصائص بتاعتها. عرفنا ان في حاجة اسمها تكست، دي كلنا عارفينها، هي مثلا فورم 1، لا هنكتب مكانها بيانات الموظفين خلاص. طيب في حاجة لو جينا بدأنا من فوق كده، طبعا النيم احنا عارفينها بتعمل ايه، اسمها فورم 1. في حاجة تانية اسمها الباك كلر، يعني اللون بتاع الخلفية. ممكن نفتح من هنا كده نبدأ نختار اللون اللي احنا عايزينه. في حاجة تانية اسمها الفونت، بنحدد الفونت بتاع الفورمة شكله عامل ازاي، والفوي كلر يعني اللون بتاع الخط عامل ازاي. في الايكون لو انت عايز مثلا تغير الايقونة اللي هي موجودة دي، الايقونة دي لو انت عايز تغيرها تجيب مثلا ايقونة تانية موجودة عندك على الهارد ديسك، فانت تضغط هنا وتحدد الايقونة اللي انت عايزها. في حاجة تانية اسمها اللوكيشن، يعني موقعها على الفورمة، الاكس بتاعها والواي. خلي بالك نحط الاكس والواي دي بقى. قال لك هنا الاكس ايه؟ صفر، والواي صفر. ممكن نحدد اي لوكيشن احنا عايزينه، يعني نكتب مثلا في السين كام وفي الصف كام، وبكده احنا حددنا اللوكيشن اللي احنا عايزينه. طيب من ضمن الحاجات برضو في حاجة اسمها المينيمايز بوكس، دي لو احنا عايزين نلغي الزرار بتاع المينيمايز ده،
لو جينا خليناها فولس بالشكل ده هنلاقي هنا ان الليبل المكان بتاع المينيمايز بوكس مش ظاهر. نفس الشيء بالنسبة للماكسمايز بوكس، نفس الشيء بالنسبة للماكسمايز بوكس، لو خليناها فولس نفس الحكاية هتبقى مش انيبل. من ضمن الحاجات برضه حاجة اسمها رايت تو ليفت، لو جينا خليناها يس هو هيجيب لك هنا المكان بتاعه من اليمين للشمال. طبعا التكست، وفي اخر واحدة بتاعتنا حاجة اسمها ستايل بوزيشن، المكان اللي بتظهر فيه الفورمة. لو جينا مثلا خليناها سنتر اوف سكرين يعني تظهر في نص الشاشة، وجينا عملنا رن كده للمشروع هنلاقي الظاهرة عندنا بالشكل ده كده، ادي بنات الموظفين اهي ظهرت نص الشاشة بالظبط، نص الشاشة بالظبط. في حاجة تانية برضو اللي هي الحجم بتاع الفورمة، لو انت عايز اول ما تظهر تظهر مثلا كأنها معمولها ماكسمايز او معمولها مينيمايز، فده بتحدده ازاي؟ اخر كنترول عندنا اخر بوبيت عندنا خالص حاجة اسمها الويند ستيت، تيجي تضغط عليها كده هتلاقي حاجة اسمها ماكسمايز ومينيمايز. نفترض اللي احنا عملناها ماكسمايز واتكينا عندنا المشروع كده، اللي هي معمول لها مكسمايز بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وده طبعا الأصح في جميع البرامج اللي احنا المفروض نعملها مع بعض. هنلاقي لازم تكون الشاشة معمول لها مكسمايز كده، بحيث اللي هي تقفل المكان قدام اليوزر اللي شغال على الجهاز اللي هو ملعبش في أي حاجة